السلام عليكم فرشاتي الغزالات الكبيدات ديالي اللي منوري ليا على القناه. ان شاء الله نورتوني وشرفتوني كيف ديما. كنتمنى ان القصه تكون عجباتكم. ان شاء الله اليوم الجزء الثاني الاخير كنتمنى انها تكون كانت خفيفه على قلوبكم وان راكم السر ديالي حتى الكتابه ديالي. كنتمنى منكم انكم كيف ديما ما تبخلوش عليا بهذاك الدعم ديالكم. خليوا لي لايك قبل ما تنساوها، خليوا لي تعاليق كثيره 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 كثيره، كتفرحوني بالتعاليق ديالكم. كنحاول اني نقراها كلها، تعاليق تعاونني على ان الفيديو يطلع اكثر في المشاهده، واللي لايك ديالكم حتى هي كتخلي اليوتيوب كتقترح الفيديو اكثر على مشاهدين اكثر واكثر، وهكذا غتعاونوني اننا نكبروا العائله ديال القناه. باش نرجعوا نتفكروا الجزء الاول ديال القصه. القصه ديالنا كتهضر على واحد البنت شابه لقيطه ما عندهاش عائلتها، عايشه مع واحد الام اللي مربيها، ولكن نوعا ما كاين شويه البرود اللي كيغلف ديك العلاقه ديالهم كأم وكبنتها، لان ما كاينش داك الاحساس وداك الرابط القوي اللي بيناتهم. ومع ذلك كتعاونها وكتساندها حتى كتوصل ل 18-19 سنه، وكتلقى لها خدمه فواحد المطعم في بلاصه راقيه، مطعم اللي كيجيو ليه غير الناس الهاي. وكتمشي بالفعل ديك البنت كتوجد راسها، كتلبس احسن ماده وكتمشي للمطعم. وديك الساعات كيتلقى لها واحد الشفار فواحد الطريق اللي هي ضيقه مسدوده، وتماك بالصدفه كيكون واحد الشاب ثلاثيني اللي جالس في الحديقه، حديقه اللي الصور ديالها هو اللي جا كيطل مباشر على ديك الزنقه الطويله اللي فيها ديك البنت اللي معرض لها الشفار. ديك الوقت اللي غتغوت فيه واحد الصرخه، غيسمع هوايا وغيصيفط رجالو لي كارد ديالو غادي يشوفوا شنو. وديك الساعات غتكون البنت سخفات وغيهزوها وغيجيبوها للفيلا، وغتكون هذيك اول لقاء بيناتهم. ومن هنا غيبداو الاحداث ديالنا، حتى غيتسالاو بان غادي تجي الام ديالو وواحد صاحبتها ومعها بنتها اللي كانت عايشه في امريكا، على اساس انها غتكمل خطوبته لهذيك البنت هذيك شابه فاتنه بحال عارضه الازياء. حتى غيصدمهم كاملين بالله، راه مزوج ما يمكنش لي يعاود يتزوج، مزوج بهذيك البنت اللي ما عارفه والو، اللي خيط وفصل الراس وقرر بلا ما يسولها بلا ما يشاورها، اللي ما فاهمه والو. كتحس بنفسها بحال وسط واحد الدوامه، وسط تمثيليه كتمثل واحد الدور هي ما عارفه عليه حتى شي حاجه. وباش نفهمو اكثر، دياب البطل بالرغم من بروته صلابته، ولكن ماشي داك الانسان المؤذي، داك الانسان الجامد، داك الانسان اللي ممكن يضيع بنت بريئه في الشرف ديالها. وعاد البنت اللي هزات عليه ودق ليها قلبه، وبالرغم من كل شيء خدات واحد الحيز مهم بزاف في حياته، لقى قلبه كيدق ليها بدون سابق انذار، ما عرفش حتى علاش ولا كيفاش ولا امتى. قضات عقله وسلبات قلبه، وعطى الحق لراسو انه يحميها ويامنها، وخد عهد بينه وبين نفسه انها غادي تكون ملكه، هو اللي غادي يحميها من العالم اللي عايشه فيه. بالنسبه لي هي بنت بريئه، نيه غير قلبها طيب، ما تقدرش انها تعيش في هذا العالم اللي عامر بالاكتئاب البشريه بالمشاكل والهموم، عاد داكشي اللي عانات واللي عاشته كافيها ووفيها. في الاول كان في صراع مع عقله وقلبه، صراع بين المشاعر وصراع بين الواقع والتعقل. كان واخد عهد على نفسه انه ما غاديش يخلي قلبه يدق مره اخرى لاي بنت نهائيا، حتى بنت البراء. من بعد زوجته اللي تزوجها الحب، كانت صديقه مراهقته وشبابه، وتوفات بعد ما مرضات بالسرطان اللي ما عطاش الوقت بزاف. ماتت في عمليه جراحيه اللي كانوا كيظنوا انها غادي تنجح، ولكن مع الاسف كانت الصدمه ديالهم كبيره وتوفات. اي دقه قلب بالنسبه ليه كان كيحسبها خيانه لها، وما عرفش حتى كيفاش تسلات هاد الانثى الصغيره السن والحجم حتى دخلت القلب. وفي الاخر بعد تفكير طويل دام ايام وايام، داك الصراع المعري اللي كان في الداخل ديالو خرج بقرار انه غادي يعطي نفسه فرصه اخرى للحياه للسعاده، ويعوض ديك البنت اللي حداه على سنين الحرمان اللي عاشهم، يكون لها داك الحبيب والزوج والسند. ولكن مشكلته انه داك النوع اللي ما كيعرفش يعبر على الشعور ديالو، كيعرفش يعبر. بالنسبه ليه الاحساس كيترجم لتصرفات ماشي الكلمات، كيترجم لردود افعال. ومادام دخل الحياه ودارو الا وراها خاصها تفهم انها ملكو، انه عطاها واحد القيمه اللي كبيره كيتسنى منها ان هي تفهم.
ملعرف ان الام ديالو السيده البرجوازيه اللي كل همها الحفلات والجمعيات ورفقه سيدات الاعمال والشوبينغ، مصره على انها تزوجو من بنت احدى صديقاتها اللي حتى هي بطبيعه الحال من ديك الطبقه المخمليه. حسبي الله، هذا هو الوقت المناسب اللي حطها امام الامر الواقع وخلاها تسني على عقد زواجه بلا ما تعرف حتى علاش وقعت. كان في المكتب ديالو كيبتسم على براءته وطيبوته، حتى انها ملي جات ما اختلقتش مشاكل، ما حاولت تقرب ليه، ما حاولت ترمي نفسها ليه. كان كيراقبها طيله هاد المده كيشوف ردود الافعال ديالها، ما دارش كيف ما كيديروا البنات. كانت دايره سور كبير عالي بينها وبينه، شعارها قناعه ومخليه القدر كيرسم الخطاوي ديالها. حتى دخول هذيك الليله، دخول لغرفتها عمرو تمناه، كان بغي يعطي مازال فرصه لقلبه وليها وحتى يرتبط بها بطريقه مناسبه، ولكن خططه ما مشاوش كيبغى. حيت ديك النهار داك الخمر لعب عليه وشوقه ليها خلاه كيدير تصرف اللي ما محسوبش. وهو اليوم زوجها وصبحات على اسمه اخيرا، حس بنوع من الراحه وحس كداك تأنيب الضمير اللي كان كيحس به هاد الايام. بعد ما انسحبت دعاء الغرفه، فهم اسماء ان دعاء هي الانسان اللي اختار قلبه وصبحت على اسمه، وحتى حاجه ما غادي تغير هذا الوضع ولا هذا الواقع. يا ترى واش لالا اسماء اللي في سريره عائله اللي تغترضخ وتقبل ان ولدها الوحيد يتزوج بنت ما عارفه اصلها من فصلها؟ هذا الشيء اللي غنشوفوه. دعاء بقات كتفكر حتى تكات على داك السرير العريض الكبير وخفات وهي كتفكر في حريتها، وريحته اللي على الوساده تغلغلات الاعماق بحال المخدر اللي خدرها ونسات وهي مبتسمه. فكرات حتى تهدات، وفي الاخير تسمات وهي كتفكر كيفاش كان واقف قدام ماما وكيقول هادي مراتي، عمرها غادي تنسى هاد اللحظه بالذات. كانت بالنسبه ليها حلم، كنت تمنات لو انها كانت فعلا هذا هو الواقع وما كانش داخله ضمن هاد التمثيليه اللي ما عرفاش لا علاش ولا كيفاش. وصلت 12 الليل عاد دخل الفيلا، اضواء طافيه، عارف كل شيء ناس. وهذا الشيء اللي كان باغي يدير كان كيحاول انه يتفادى انه يتلقى باسماء مره اخرى، يأجل المواجهه من بعد بين ما بردات. مهما كان كتظل الام ديالو مغاشي يحرجها بشي كلمه في ساعه الغضب اللي تقدر تخرج هكاك بدون وعي منه. طالع كيحس انه محتاج يرتاح، ما يكرهش ياخذ عطله، يمشي لشي بلاصه بعيده. مؤخرا رهق نفسه بزاف في الخدمه، حل الباب ببطء، عارفه اكيد غتكون نحسات، اكيد راه في الغرفه. كتب ليها هكاك فوق السرير كمشى ما مغطياش، قضى حاجته في الحمام لبس حوايج النوم، سر ملكيت ماكري التريكو ديالو في الابيض، وجات تكعدها بشويه كيحاول انه ما يخليهاش تفيق، خلى على راحته، عنقها ودار عليهم الغطا بسرعه. شاف نوم عميق، صبحات الشمس مشرقه، بس كتحل عويناتها، خيوط الصباح الاولى كتسلل، بس كتدور هكا اليمين الشمال كتحاول تصعب هي فين. عاد وعاد بغات تقفز كتلقى يديه محاطينها، سمعت صوته اللي زعزعها ورجعت نسي، ما عاودتش معاه، رجعت بشويه هكا تكات، رجع النقا ما خلاش لا فين تحرك، بقات ساهيه في هذا الوضع اللي جديد عليها، ابتسامتها على شفايفها حتى دها النعاس. فاقوا على دقات قويه في الباب، جلسوا في مره واحده وناض دياب بتثاقل فتح الباب. كانت اسماء، صباح الخير، ما ناويش تنزل تفطر معانا؟ ورا العشر هادي وليك ما جينا برزتناك، بدا كيحكي على راسو كيحاول يتفادى استفزازها. صباح النور، ندوش وانا معاكم. كانت كتحس بالحرج، غات بسرعه دخلت الحمام تسلى، هاكا قضات حاجتها، غسلات وجهها وقفات قدام المرايه كتشوف وجهها، وبلا ما تحس كتقارن نفسها مع ديك الجميله الفاتنه اللي غتكون تحت دابا. خرجت ما لقاتوش، جلست على السرير كتفكر، دقايق دخل شعرو فازق مبدل، اكيد غيكون دوش في الحمام الاخر. حنت راسها كتحس بالخجل وكتحس بخدودها حمارو، ما عرفاش على اين اساس غتعامل معاه. اين دياب هذوك اللي عرفها في هذه المده هو هذا اللي قدامها، دياب اللي هو خدع من الخدمه ديالها وجاب لدارو على اساس خدام، دياب اللي تعدى عليها، اولا دياب اللي البارح صرح قدام كل شيء بالله هذه مراته. صباح الخير، لبسي وديري بحساب غنسافروا يومين، يلا انا كنتسناك لتحت بتطليش. نزل وخلاها، يا لهوي يا لهوي يا لهوي غتحماق ما فيهاش، واش كيدير هادشي كله باش كيتحدى عيلتو ولا شنو، ولا باش باغي يفقس ماما؟
ولا كيمثل على قبل ايش ما فهماش هي اصلا. قال الاحتمالات جاوب لا، الا ان دياب يكون مهتم لها، بالنسبه لها راه من سابع المستحيلات. حاولت انها تلبس شي حاجه اللي تبينها زوينه، ولو ان لباسه كله غالب عليه داك الطابع ديال البساطه. نزلات لابسه بالغين بيضاء جين وتريكو ابيض وشعرها خلاته طلق باش تجمع، لان ملي كتطلقو كتبان هكا انيقه اكثر، وهذا الشيء اللي بغات هي، بغات تبان فيها ولو شويه ديال الاناقه. وخا المنافسه بينهم ديك اللي بين ديك الفاتنه راه مستحيله. وما دارتش ضره ديال الماكياج، يلا غتدخل المطبخ حتى كتسمع صوته من مائده الفطور. دعاء قلبها قفز، حنات راسها وتوجهت بشويه، رجل كتقدمها ورجل كتوخرها. كانوا جالسين، اسمع غشافته وجهها تبدل، كحلات بالعمى ما تصرفتش ليها، اشار ليها باش تجلس في الكرسي اللي حدا. الفطور كان في جو مكهرب، كل شي ساكت. شوف فيا نشوف فيك طاجين الحوت. ما صدقت امتى وقف دياب بعد ما كمل فطوره. دعاء جيبي لي قهوه المكتب ديالي. مع لط تبعته كتجري باتجاه المطبخ باش تهرب من نظراته الحاده. قادتها كيف ما كيبغيها بدون سكر. مشات عندو المكتب، بقات ما جاوبهاش، فتحات الباب هكا بشويه، كيبان لها واقف في الشرفه كيدخن واحد السيجاره. مع سمع قربات وينطق جلسي دعاء. جلست هكا مازال كترجف، ما عارفاش اش هاد الوضع هذا، كيفاش غتسايرو كيفاش غادي تصرف. لا غير خليني غنمشي نعاون خالتي فاطمه. قرب ليها كيشوفها بديك النظره اللي بانت لها مختلفه نوعا ما. شنو امنيتك دعاء؟ شنو كتمني تحقي في حياتك؟ سؤال غريب، يمكن ماشي فوقته. عجيب والاغرب ان هي اصلا ما عندها حتى امنيه، يمكن امنيتها هي اللي تحققت مؤخرا، هي انها قريبه منه. شد دقنها بيديه وزلا وجهها. راسك ديما هزي، ما حدك معايا، خلي راسك الفوق، تهبطيش راسك الارض. دوك يرجعوا تساؤلات راسها من جديد. علاش كيدير معاها هكا؟ علاش كيدير هادشي كله؟ دياب شنو درت؟ بحال قرات تساؤلات اللي في دماغها، استغربت من هاد الانسان الغريب اللي قدامها. علاش كتمثل قدامهم بلي بيناتنا شي حاجه، بلي انا مراتك؟ ابتسم دياب، غلبات الضحكه هاد المره بابتسامه جانبيه. ولكن انت فعلا مرات يا دعاء. حلت فمها بدهشه، حسيت ما كتسمع ليه كيكمل كلامه. العقد زواجنا راه توثق، انت دابا راك مراتي ديالي وملكي، وما عندك ولا عندك فيها شك. ما عرفتش شنو غادي تقول لي، حسيت بدموعها خانوها بدوكي نزلوها هكا بشويه. مراتو كيفاش مراتو؟ واش بصح نيت؟ واش هادشي كان بصح ولا كانت كتحلم؟ بزاف على هاد الكلمه. دعاء بنت الحي العشوائي، بنت الدوار، هي زوجة دياب الفيلة لأكبر رجال الأعمال رسميا. هي ما كتعرف عليه والو، عارفة أنه ميسر ماديا، عرفات الاسم ديالو، عرفاته من أكبر رجال الأعمال، ما كتعرف عليه حتى حاجة كشخص، ربما غني ثري، كتعرف غير هاد العينين اللي كيأسروها شوفتهم، وهاد ضخم الجثة اللي قدامها مالك قلبها الوحيد لا أحد. كانت يديه كتمسح ليها دموعها. ما تبكيش، زواجنا راه ماشي كذبه، هزي راسك الفوق، من اليوم حياتك غادي تبدل بلا ما تحس. لحس عليها نقات وكتبكي كتبكي كتبكي وكتشهق، بغات تعرف والو صافي خلاص. اللي عرفته ان مادام تزوجه صافي، ما كاين حتى حاجه اخرى. كيفاش نصفها سال الحياه اخيرا؟ كيفاش احلامها تحقو وهذا زهرها واخيرا تقعد؟ خرجوا من المكتب يديها في يديه تحت انظار اسماء وصاحبتها وبنتها، وعلمهم بلي مسافرين شي ايام يرتاحوا وغادي يرجعوا. خلاهم غير كيشوفوا فيهم. اسماء غادي تطردق، ما تسرطت ليها، ما حملاتها، ما قبلاتها، ما بغاتش تخلى راسها. كيفاش ولدها والحسب والنسب والمال والثروه والجاه يتزوج وحده مجهوله ما كتعرف لها والو؟ سورتو ملي عودت لها فاطمه ملي سولاتها قالت لها بلا راه كانت سخفات، وعودت لها القصه كيف من العازة تحقدت عليها، ظنات ان هي اللي غواته بشي طريقه من الطرق، وبالله هي اللي خلاتو هكا يتزوجها لانها طامعه فيه. دياب كان عارف اسماء شنو كتسوى، وما حدهم في الفيلا، وما حد هي في الفيلا عارفه ملي ما غيكونش هو، غتنكد عليها وهي ما غاديش تقدر عليها، وهادشي اللي ما بغاش. وداكشي عاد هو يا كان
أيان محتاجين أنهم يسافروا ويتقربوا أكثر من بعضهم، يحاول يخليها ترتاح ليه ويحاول يعوضها ولو القليل على اللي داز عليها مؤخرا. طلقوا المول، خسر لي حوايج، حتى هي خسرت حوايج، شري لها كاع داكشي اللي شاف سويا إلا وكيهزها، سراول كساوي قوامج سو فيتمون دي لانجري لي زاكسسوار أي حاجة شاف سويا إلا كيهزها كيحطها، حتى عمر الكفر ديال اللوطو كله. ومن بعد مباشرة لواحد المحل المجوهرات اللي ديجا كان موجود ليهم واحد المجموعة، خسر لها منها واحد الطقم غزال ديال الذهب الأبيض، عاد خسر لها خاتم مهسيل المناسبات، وهاد خاتم الزواج اللي بسيط اللي تقدر ديرو في يديها في العادة ديال الذهب الأبيض، كتزين واحد الحجرة ماسية صغيرة، واخدة خاتم ديال النقرة. كانت فرحانة، غادي تطير غادي تطير بالفرحة، فرحة ما تعطيها لحد. كانوا غيدوزو يومين صدقوا دوزو أسبوعين ولا أروع في مدن الشمال، على حسب الاختيار ديالها هي اللي كانت كتحلم ان شي نهار شي مره 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 في حياتها الناس تمشي لشي مدينه من مدن الشمال، وحمنيتها عاود تحققت. كل مره في فندق، كل مره في مدينه، كل مره في مطعم، ما كاينش شي بلاصه عجباتها الا ما دهاش لها. عمرها تخيلات هذا الكم الهائل ديال الفرحه والسعاده، مشاو لمارسيل، طنجه، الشاون، جميع المدن سواء الكبيره او الصغيره. كان سؤال واحد كيأرقها، يا ترى واش غيتبقى معاه، يا ترى واش غيخليها معاه ولا غيتخلى على بعد المدة. عمرو قال لها كان بغيك، عمرو دخل معاه في التفاصيل، تمنيت يقولها لا ولو مرة واحدة وتقولها له حتى هي، ولكن مادام ما قالهاش هو اذا ما غتخليها في قلبها حتى ياخذ هو المبادرة وتعرف شنو كاين. ديام اللي كنلقى السعادة ما كتعترض على والو، خبز ربي في طبقو، عكس البنات اللي عرف، عكس مراتو اللي كان كيبغيها اللي كانت قافزة مجبدة واعية وحافظة صوارها. عجباتو بديك التلقائية ديالها اللي كان قليلة ونادرة، عفويتها بساطتها كل شي فيها بسيط، ملامح الهاتين ولو بدون نقطة مكياج كيخليوها كتبان قدامه أنثى كاملة متكاملة. وها هو داز شهرين باش رتابطو، رجعو للمدينة ولكن ما ادهاش للفيلا لان باقي فيها اسماء وتفادي المشاكل بدون داعي. مشاو مباشره لشقه راقيه في وسط المدينه، دوبلكس عجباتها بزاف، حساسها اكثر دفء اكثر من الفيلا اللي كانت بالنسبه لها بارده وواسعه بزاف، وحساسها هادي مملكتها الصغيره. كان ديما رجع لخدمته، وهاد الايام مؤخرا ولات هي سيدة البيت، كتفرح ملي كيجي كيدخل للدار كيلقى مالا الدوطة من الشهيوات الدرقية، ريحتا زوينة قادة، وكيلقى ديك الزوجة الحنونة المبتسمة كتسنى في الباب. هاد الحياة هادي كان كيتمناها، هاد الحياة البسيطة اللي خلاتو كتبان ليه الحياة اللي كان عايشها باردة ومملة وروتينية وكلها تصنع وكلها ماديات. رجعت مؤخرا كتولي تبقى غير ناعسه في الصباح على غير عادتها، شحال مره كيف هي قضيه باتصال منه كيستغرب كيفاش مازال ناعسه لحد الساعه، تقريبا كل ساعه او ساعتين كيتصل كيطمن عليها، كل مره كيتصل كيسولها واش باغي شي حاجه واش محتاجه شي حاجه، مره كيتصل بها كيقول لها لبسي انا غنتسناك هبطي نمشيو نتغداو على برا، كيتصل بها ما توجدي والو للعشاء كوني واجدة غادي نخرجو، وديما كل مرة مفاجأة كل مرة حاجة جديدة. كان بغي يجيب لها شي بنت هكا صغيرة اللي تعاونها ولا تساعدها في الأمور ديال الدار، ولكن رفضات، قاتلو بالله هي قادة بدارة وراجلها وما يحتاج. وعاد هي من النوع اللي غيور جدا، ما كتخيلش انها تكون مع شي أنثى أخرى في الدار من غيرها هي اللي ممكن انها تشوف فيه شوفها هكذا ولا هكذا، كتحاول تتفادى ما أمكن شي حاجة اللي تعصبها ولا تعصبها. تصلت شحال مره فاتحه وشحال مره ومره ارسل لها ديال الفلوس حسال عندها، وعاد فسح لها كونط وسميتها، قاد لها الكارت غيشي باش الوقت اللي خرجات وما كانش هو مع تقدير راسها. فقت اليوم كانت 11 تكسلات بلاصتها ورجعت تكات على ظهرها كتشوف السقف كتفكر واو شحال ولات غير مرخيه وغير مدقدقه وغير باغا تنعس. كتفكر في الايام اللي دازو، دياب كان حنين بزاف، نعم الزوج عمرها تخيلاتو غيكون هكذا، ولكن ملي كيتعصب راه كيولي صعيب كتخاف منه، ولكن برغم ذلك كتحبق عليه في كل حالاته ومحور حياته وعشقها الابدي. هو الانسان اللي عوض على الاب على الاخ على الزوج، وكان كيقولها لا اعتبري فيه اعتبريني كل شيء، اعتبريني اخوك اعتبريني راجلك اعتبريني اي حاجه بغيتيها.
كتحمق عليه ولات مهووسة بيه هو كلشي بالنسبة لها. ناصف تثاقل راسها ثقيل كتسمايل بالدوخة. كانت غطيح مؤخرا ولات فين ما كتفيق راسها ضارة بزاف كيحرقة وعاد هاد السخفة. وهنا بدا كيدخلها الشك بطبيعة الحال، واخا راه العادة الشهرية كتجيها كيما هي فقسة، ولكن هاد الحالة اللي وصلت ليها ما كتبشرش بالخير. العمارة اللي قبالته فيها طبيبة، قررت تمشي عندها لا يكون عندها شي نقص مثلا شي فيتامين او لا شي حاجة مرضية كتستعجل انها تاخد تريتمون. وهنا خرجت اول حاجة دارتها من بعد ما فطرات، خرجت لعندها، مشات لعندها، تسنات النوبة ديالها حتى وصلت ودخلت لعندها. وهنا كانت الصدمة ملي قالت لها الطبيبة انها حاملة في 4 أسابيع تقريبا، شهر وشي ايام، ما صدقاتش، خصوصا ان العادة الشهرية كيف ما هي وعاد ما فيهاش داك الغثيان بزاف، كتاكل عادي ما كتحش بديك الاعراض الوحم غير داك النعاس وشويه الدوخه. قالت لها عادي، كاين حالات استثنائيه اللي كتبقى تجيو من العادة الشهرية، كاين اللي ما كيجيهمش داك الغثيان كتكون في معاك شويه الدوخه. وعطات ادويه اللي خاص تاخذها، فيتامينات وعاد توصيات. خرجت من عندها والضحكه واصله لها الاعماق قلبها، اكيد غيفرح ديا ملي عرفها حامله. فقررت انها ما تقولهاش لي، تخليها مفاجاه. اول حاجه دارتها طلقات واحد المغازا قريبه ليهم، تقدات اللي خاصها، خدات واحد الكاطو من الباتيسري، وخدات لوازم ديال البايلات ديالها لي مع انها لانها كتعجبو كيحمق عليها، خسر داكشي اللي غادي يكون مرافق ليها. وكملات كلشي، مع كتفتح الباب جاء منو اتصال، وي الو دياب، وي الحمد لله، اه مزيانه، حاول اليوم تجي بكري واخا عندي لك مفاجاه. وابتسمت وهي كتقطع قلبها كيفرفر، كتوجد في تفاصيل السهره وهي فرحانه. قدت طبيله، حطات صوره الايكول عليها، صوره البيبي فوق واحد الطبله اخرى صغيره، من ما دارتها في بواطه اللي شراتها خصيصا باش ديرها فيها ملي تعطيها لي الصحه. انا دخلت للمطبخ، كتقاد في ديك البيتزا وهي كدندن، كتخيل النظره ديالو ملي غادي يعرف بالله حامله. يا سارة كيفاش غادي يدير، كيفاش غادي يتصرف، كيفاش غتكون رد الفعل ديالو. قدات عصير اللي كيبغي عصير الليمون الطبيعي بسيط، كملات هذيك البايلا، كتغسل في يديها حتى كتسمع الباب كيصوني. ميمكنش يكون دياب، نو لا، طلعت من العين السحريه بنت لها اسماء حماتها. بدا قلبها كيرجف، ناري شنو جابها لعند هادي. ترددات، قدات نفس طويل وفتحت لها الباب بابتسامه. كانت باقه ديك الساعه بالباس ديالها ديال المطبخ، لابسه بيجامه قصيره ولابسه فوقها تزاره، باندا عريضه على راسها، شعرها جا معاه كهكه مهمله، وجهها صفر، كطلع وصبط فيها باحتقار ديك النظره الدنيا اللي ديما فعينيها ما كتحيدهاش. بغات زعما دير صواب تسلم عليها، بعدات هكا بايديها واحد الحركه اللي مستفزه وبارده، ودخلات هكا كتشوف الدار بحال كتستكشف فيها شي حاجه ولا كتقلب على شي غلطه ولا هفوه. ورجعت جلسات فوق واحد الاريكه في السيجور. برافو عليك، قدرتي تبعدي عليا ولدي، ولكن كوني اكيده ما غطوليش كيف ما اللي سبقوك، غادي تاخدي وقتك وغادي تمشي بحالاتك، اصلا انت ماشي من المستوى ديالنا. صفرات دوها بضيق. لالا اسماء تشربي قهوه ولا عصير؟ بدات كضحك. قهوه ولا عصير؟ فعلا هادشي اللي كتعرفي ليه سربايه بحالك، شنو غادي تعرف من غير انها تقدم قهوه ولا عصير؟ دغيا بداو داك الدموع كيتجمعوا في عيني دوها. كتلفت اسماء هكا، كتبان لها ديك الصوره ديال الايكو محطوطه، وعاد على الجنب جوج ديال الوراق اللي كتبت لها الطبيبه بالعاد الدعاء. ريقه ملي شافتها فين كتشوف، مدات يديها هكا بشويه على هزاتهم قدامها، كتشوف فيهم بداو الدموع كينزلو. ما كانت باغا حتى حد يعرف بالحماله ديالها، على الاقل حتى يعرف دياب، ولكن اللي وقع وقع، هي جات على غفله وهي هزاتهم وكتشوف ديك الورقه وكتشوف فيها، عاود كطلع وتنزلها باحتقار ونطقات بحقد. بهادي سنيتي على المود ديالك، باغا تضحكي على ولدي، دواء رخيصة والله لا كانت ليك، دواء عافاك جيتي لداري على الأقل احترميني. دارك واخا كلامي ماشي معاك دابا ولا عرفتي شنو، هو اللي غادي يعرف ليك. وضربتها بدوك الورق، ضربتهم على وجهها وخرجها ترا دخل بها. ناري هادي مالا تاني يا ربي، يلاه قلت تنليت وغادي نرتاح، هادي مالا ناري على انسانة شحال متكبرة، بلسات كتسترجع انفاسها،
هكاك بقيت كتحاول غير تهدي النفس ديالك، كتحس براسها تخدقات. ما داش بزاف ديال الوقت، شي 10 دقائق هكاك بالتدقيق، حتى كيدخل ليا بحال شي صور عايش بدون ولا كلمه ولا زوج. زوج الشيء اللي عندها هكاك عطاها بطرشه الوجه، بقى ما عرفتش شنو دار، عاودها بخرى حتى طاحت هكا على الارض والدم طار من نيفه من ديك الدقه. وقبل ما تستوعب ولا حتى تنطق، كان ديجا شدها من شعرها جاره اللي عنده مزيرها. معامن ها شكون باه معامن دوي ولا غندفن امك هنايا؟ كتشوف دموعها نازلين، دمها كتحس بيه نازل سخون من نيفها، حتى حسات غير بداك الرعب، داتها بدات كلها كترجف، خافت على كرشها، دارت يديها على كرشها. كيفاش يكون بدياب؟ واش قبل ما تكملها ضرب برجليها كل كرشة حتى غوتات وغوتة واحدة وطحت الأرض. هز ديك ليكو كيشوف يا بدا كيغوت كيهرس كيصبغ من الصمتة لتحت، وهي كتبكي وكتشهق ومازال خايفة منو كترهد. كلمة واحدة مبقاش قادرة تسمعها أولا تنطقها، كتردد غير فوديا. اش غنتسنى من بنت الحرام بحالك؟ اش غنتسنى من لقيطة بحالك؟ كان كيقول لو هي هذيك صافي، داكشي الاخر ما سمعاتوش. هاد الجمل اللي بقات كتردد في ودنيها، كيفاش كينعتب هاد كيفاش عطى لنفسه الحق انه كينعتب هاد الصفات هادي؟ لقيطة لقيطة، وكتعاود لها في ودنها. خلاها هكاك مرمية ودخل باب وخرج وسط شهقاتها ودموعها، عارفة حاجة وحدة، ان هاد الوحش اللي قدامها استغلها وملي عرف باللي هي حاملة صافي، هذا هو الحد ديالو معها. ما كان باغي لا ولاد ولا حتى حاجه اللي تربطها بيه، كان باغي يبقى معاه يدوز وقته حتى يمن ويلوحها ويشوف واحده اخرى. كي تعاود قدام هذاك الشريط فيه الهضره اللي قالت لها اسماء والهضره ديالو هويا، صافي بقى عندها تلازم هنايا في حياته، خصها تخرج من حياته باسرع وقت قبل لا يرجع ويكمل على داك الشيء اللي بداه. نطت بزز منها كتحاول تكالمي داك الالم اللي في كرشها واللي في جسمها كامل. دخلات البيت هكا كتسفسف، كتحاول ان تهز شي حاجه كطيح لها من يدها وكترجع تقوي نفسها. خلاص وقت قبل ما يرجع لها شويه ديال الصلابه هكا، خلاص ورقها لاك ديال الزواج، مجوهراتها، ورق ديال الطبيبه، التليفون، خلات جوج لبسات، دارت داكشي في واحد الصاك صغير كله وخرجت. باقا كترجف، حاولت تمسح غير شويه من داك الدم اللي كان من العداج على نيفه، خايفه كتزرب، خايفه لا يرجع قبل لا تخرج هي. وفعلا ديك اللحظه اللي دفعات الباب كتسمع لا سانتور تحل، تخبات، كانت كيحسب ليها هو، تخبات مورا الدروج. وفعلا كان هو، كان شويه وغادي يشوفها. مع فتح الباب دخل، هربات كتجري كتجري، كل عفطة على الارض كتالم فيها كثر، لا في البطن ديالها ولا حتى في الجسم ديالها كامل، ولكن خاصها تهرب منه، ما خصوش يشوفها، ما خصوش يلقاها. ما عارفاش شنو ممكن يعاود يطرا الى لقاها، اكيد غادي يضغط عليها، اكيد غادي يخليها تحيد الباب. لا يمكنش لا تحيد، وهذاك راه جزء منه من الانسان اللي بغاته، ولا كذب عليها وضحك عليها، ولكن ما تقدرش تحيد روح بريئه ما عندها حتى ذنب، اكيد غادي يبغي يحيدو ليها. اولا ممكن حتى يقتلها، شكون اللي غادي يسقلها الخبر وهي ما عندها حتى شي واحد اللي غادي يسول فيها؟ اكيد عنده الفلوس وعنده السلطه وعنده المال، ما غاديش يقبل وحده بحالها انها تبقى شريكه حياته مدى العمر، هي غير نازبه في حياته، اكيد وقتها تسالى. راه يدفنها في بلاصه وما كاينش اللي يجيب لها الخبر. كتجري كتجري كتجري، كتحاول تقوي راسها، مع ان الدوخه والالم تمكن منها، مستحيل تخليه يقتل لها ولدها، راه كان غادي يقتلو علينا مع ديك الضربه اللي عطاها الكرشه، ولكن ربي يحفظها. ومن زهرها وقف لها اول طاكسي وقفات، وكتبكي كتبكي كتفكر فين غادي تمشي، فين غادي تهرب، ما عندها حتى واحد تمشي لعندو. جات في بالها اول حاجه انها خصها تيري فلوس بديك الكارت كيشاف اسرع وقت قبل لا يحبسهم، لا وهي راها محتاجاهم، ولا يقدر يعرف منهم فين كاينه الى تيراس منهم. هادشي اللي بدات كتفكر فيه اول حاجه هي الفلوس، خصها تيريهم، خصهم يكونوا عندها. عاد فكرات فين غادي تمشي، اكيد خصها تمشي غير لشي بلاصه صغيره ولا تمشي لمدينه كبيره باش يقلب عليها ما يلقاهاش فيها. كتفكر المهم شي بلاصه اللي تقدر تخبى فيها من البطش ديالو. ومشات فعلا للفيلاج بعد ما تيرات كل داكشي اللي في الكونت ديالها قبل لا يحبسهم، ورجعات عاوتاني كتفكر فين غادي تمشي. قادت دوك فلوس خزناتهم مزيان تحت حوايجها، خافت لا ديرهم في الصاك ويتسرق لها وتصدق لها تيتي لحم الملوك. ورجعات كان ديك ساعة الليل ظلام، شنو غادي دير؟ كتفكر كتفكر كتفكر، الدنيا خاوية، ما كتعرف حد، وحدها في مدينة غريبة. بقات كتجرج ليها بداك الصاك حتى مشات حدا واحد الباب ديال المسجد صغير وجلسات في الدروج ديالو.
دازو ساعات ساعات حتى كاين محل الامام ديال المسجد مع النقاساكه وناهزه ما شافته قفزات هي تخلعات، ولكن كيبان لها انسان كبير في العمر شي في اللحيه ديالو وفهم انها وراها مشكل بلا ما تردد كتطلب فيه وكتستأذنو انها تبان في المسجد تبات فيه على ما يطلع الصباح هكا وتمشي بحال هكا فحال سبيلها. لحظات لقات نفسها بين عائلته الحاجة أمينة مراته وزوج ديال بناته لمياء وسابيل وباتت عندهم ديك الليلة. رجع ديا للدار ما لقاهاش ما كاينش ليها الاثار، بقى كيقلب هكا لقى راه ما كاينش وراقها وعرف ما من ديك الروينه اللي كانت في الحوايج ديالها بين الهزات من حوايجها بالنسبه ليه هي خائنه، ولكن باغي يفهم علاش خانته، فاش قصر معاها، فاش اداها، هو اللي تحب علاقته مع عائلته مع امو على قبلها، هو اللي كان مستعد يدير اي حاجه على قبلها غير تكون فرحانه ومرتاحه معاه، نسى بها حب حياته وزوجته الاولى وبدا معاها حياه جديده، وكان مستعد يضحي على قبلها باللي كان. دخل المطبخ كيبان ليه داكشي اللي موجده كيبتسم كيحس بالالم، هذيك الابتسامه كتنهش في القلب ديالو، كيفاش خدعات وكيفاش حس بها بريئه وهي راه ماشي كيف ما كان كيبان لي. لهاد الدرجه مبقاش قادر انه يميز بين انسان وانسان، لهاد الدرجه ديك البراءه ديالو وداك التمثيل ديالها كان مقنع. عرف الطبيبه اللي مشات لعندها ومنها عرف شحال عندها من اسبوع في الحمل، وتاكد بلا الوقت اللي حملات به بداك الجاني كانت فعلا معاه كانوا اسبوع دوزو بزوج في واحد الكوخ في افران. اذا كيف خانتو بدا كيتسلل ليه الشك واش فعلا هي خائنه ولا شنو، ولكن راه هذا هو الواقع وميمكنش يكون قادر على الانجاب، هو انسان اللي ما كيقدرش على الانجاب حسب التحاليل الطبيه اللي سنين هو كيديرها، انسان ما كيولدش. رجع الدكتور ديالو اللي كان بروفيسور كبير عطاه يدير واحد المجموعه ديال التحاليل اللي خداها واحد الوقت باش تخرج النتيجه ديالو، عاود دار ليه نفس التحاليل باش يزيدوا يتاكدوا ويشوفوا الطبيعه ديال الوضع ديالو حاليا. هنا كانت صدمة الكبيرة لدياب انه صبح عنده تحسن كبير في حالته، النتيجة ديال واحد التريتمون اللي خداه كان خداه واحد المدة ولكن ما رجعش دار عليه تحاليل، نسبة 20% يقدر يولد، يعني قادر على الانجاب، يعني ما خانتوش، يعني هو اللي ظلمها هو اللي جرحها هو اللي خذلها. الوقت اللي كانت كتحضر ليه هي المفاجأة باش تفرحو كان هو كيدمرها. كمل على داكشي اللي بداتو اسماء كيتفكر ديك الضربه اللي ضربها الكرشه كيبغي يموت كيبغي حمار، كان غير يقتل ولده اللي طالما حلم بيه وتمناه وكان بالنسبه ليه مستحيل، حلم مستحيل يا صار فين مشات، كيفاش غادي تعيش وكي غادي دير وهي وحيده وعد حامله روح في كرشها ومظلومه ومشات هكا كتحس بالحقره وكتحس ان الانسان اللي بغاتو كيكرهها وبغي يقتلها في ديك اللحظه، كيفاش غتتصرف من بعد ما طعنها وعذبها؟ اكيد دابا كتكرهو. دازو ايام وشهور واسماء اسماء ارتاحت من اللي رحلت دعاء، ولكن ما ان عرفت انها كانت فعلا حامله من دياب انبها ضميرها، حست ان كان عندها واحد الدخل فانها مشات وسيغتو ملي شافت ولدها كيتعذب وكيتالم، ان الولد اللي اخيرا جاي للدنيا اللي كان كيحلم به سنين هادي كان غيضيعو من يدي وضيع هذيك الانسانه اللي بغاها. عيات هكا كتحاول تصبر فيه حتى انها بدات كتستقبل ديك الفكره ديال ان هذيك الانسانه كيبغيها ولدها موجوده في حياتهم. وفي الاخير رجعت لامريكا والحياه ودياب ما خلى فين قلب، رجع بنفسه وسول فتيح شحال مره نشر رجاله سول المستشفيات وجد شي سيده حامله ديك الليله مراكز الشرطه والو، رجع ولا غير الشراب السكره وكل حمق كيتفكر كيفاش الانسان اللي عطاتو كل شيء بلا ما تفكرش المقابل ضيعها، اكثر انسانه بريئه رماها للزنقه بلا ما يفكر للمصير ديالها. وبالضبط دازت شهور واقفه دعاء في المطبخ، خالتي شفت معاك اوس بين ما صابت لي الرضاعه، كانت ولدات وليد اللي سماتو اوس، سبحان الله كيف ما معذبهاش في الحمله ديالو ما عذبهاش حتى في الولاده ديالو اللي دازت طبيعيه ودازت بسرعه، كان بالنسبه لها داك النور ديال حياتها اللي عوض على داك الالم اللي عاشو، كانوا هاد الناس هادو هما اللي احتضنوها واللي اواوها واللي حسبوها وحده منهم و
عجباتهم ديك الطبيعه ديالها الطيبه المسالمه الهادئه، واعتنوا بها وحسب الولد ديالها اللي كيعتبروا حفيدهم. وعاد السيده امينه، الحاجه امينه اللي عمرها تنسى خيرها، حضناتها ودارتها بنتها وحطت على الراس وكتعاود ليها وكتطمنها وكتحاول انها تخفف على هذاك الشيء اللي حاسه، وكتربي معاها في الوليد، وهي اللي علمتها التربيه والاصول ديال التربيه. جاوبتها امينه من الصاله: ها هو معايا بنيتي، غا كملي داكشي اللي في يدك. تقدمات لعندها كنعاوز تكمل 10 شهور، بدا كيحبو، بدا كيوقف مع سدادر، نص خطيب بقى الاصل الديام، العيون خضر، شي سامته ضحكته اللي ما كتبانش بزاف، ديك التغبيشه اللي ديما مطلعها كيحمقوا عليه، كلهم كيحمقوا عليه. العم ادريس او الحاج ادريس وزوجته امينه بعد ما حكات لهم بلا راجلها ما تقبلش حمالتها وجرى عليهم وراتهم عقد الزواج باش تاكدوا، ما قدرش يلحقوا على السم قويه حامله، عندهم زوج بنات ما يبغيوهاش البنات، عاد ملي عرفوها لحنين ولا رحيم هزات عليهم وداروها منهم ودوزات حمالتها وعاد الزازه مكرمه بيناتهم. امينه طيب الشهيوات وتجيب ليها، والبنات داروها اختهم الكبيره يعودوا ليها ويسمعوا نصائحها. شحال مره كان كيطلب من الحاج ادريس العنوان ديال ديام اولا رقم ديال التليفون ديالو، يحاول يصلح بيناتهم ولا يعرف شنو واقع ولا يشوف شنو كاين، يحاول يدير شي خطوه هكا من جهته يعلمو باللي عنده ولد، لانه حرام الله سبحانه وتعالى ما غاديش يرضى على هكا وهي مخبيه على الاب ديالو بلا راه تزاد عنده وليد. ولكن كانت كطلبو لانها خايفه منه، ومردات فعلو عاد هو ما كانش باغي الاولاد نهائيا واعتبرها خائنه، وراه كان غيقتلها هي ولدها، ما حل فيها ولا فيه، عمرها كرهاتو. مع ذلك ما قدرتش تكرهو، بالرغم من كل شيء عشت معاه اسعد ايام في حياتها، ولو كانت كاذبه ولو كان كيدوز باغي الوقت اكيد غيكون دابا عايش حياته مع واحده اخرى مرتاح، ولا غيكون تزوج بديك اللي كان جابتها ليه امو، اكيد هي غيكون طلقها كيف ما تزوجها بقرار منه ويطلقها بسهوله، ما غاديش يحال فيها شكون هي وشكون هو. اكيد كانت نزوة اولى مرحله عابره في حياته، ودات بالنسبه لي هو حياته مختلفه عليهم، ديك الحياه ديال الثراء ديال البرجوازيين ماشي حياتهم هما. الحاج ادريس كان ليه راي اخر، دعاء اللي اعتبرها وحده من البنات، وطيله المده اللي جلست معه عمره ما شاف منها شي تصرف ناقص اولا كيدل على انها كانت خاطئه اولا تصرفات ناقصين، على العكس ثقيله ومرزنة ما شاف منها الا كل خير، على العكس كان كيشوفها كتبق تفيق بالبنات وكتصلي الفجر كتأدي الواجبات ديالها الدينيه كتهتم مع بناتها بامور مسجد حياتها، كتحاصر على ولدها والدار فقط، ما عندها لا مع خروج لا مع تفليات لا مع داك الضحك الباسل بحال البنات ديال هاد الجيل. وعطى نفسه الحق انه يجيب لها الحق ديالها من هاد الزوج المستهتر اللي رمى مراته اللي حامله وزنقه بلا ما يرف ليه جوفه. وكانت بالنسبة لي غير مسألة وقت، شحال مرة هكا كيسولها، شحال مرة كيحاول أنه يوزن غير هكا غير تصرفاتها، يعرف واش موافقة واش كتكرهو واش مازال كتبغي واش كيمثل لها شي حاجة، وكان فهم بالله راه مازال كتبغيه ومرتبطة به ذهنيا وحسيا، ولكن غير داك الخوف هو اللي مخليها خايفة منه أنها تقرب ليه ولا يعرف عليها شي حاجة. وعاد هو بغى يتاكد اشنو كاين، واش فعلا داكشي اللي حكاتو ليه هو الواقع اولا كاين شي حاجه اللي مضرقه مرا هادشي. خدا الاسم ديالو وقلب وبحث حتى عرفو شكون، وعرف بالله من الاثرياء حجرته وحجرت عائلته ثقيله في البلاد. ورغم ذلك فواحد النهار صباح عنده باب الشركه كيسول عليه، علمات السكرتير ان واحد السيد كيقول امام ديال المسجد باغي. دخل كيبان ليه رجل كيبان عليه الفخامه طويل عريض، استقبلو بابتسامه وجلس كيحاول يبدا الموضوع. سيدي ياب اسمح لي على الدخله، ولكن كان ولا بد منها، كيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: المال والبنون زينه الحياه الدنيا، وانا كيف ما كنشوف نعم عليك الله بالمال ولله الحمد، واكيد باش تكمل هذه المعادله كيخص نعمه البنون اللي هما الاولاد اللي منصوبك. دياب عقد حجبانو كيحاول يفهم شنو باغي يقول له هاد السيد اللي جا باغي يشوفها هكا على غفله، شنو الموضوع بالضبط. الحاج دريس قرب لي اكثر: مراتك اوليدي الا كنتي طلقتيها اعطيها براسها ما تخليهاش معلقه، ولدك هذاك راه واجب عليك قدام الله ترعاه ماديا ومعنويا. كانوا دياب عيني كيتوسعوا ما مصدقش مدهوش وكيسمع ليه،
كيفاش مراتو ولدو؟ واش مراتو اللي مده وكيقلب عليها جات اخبار حتى لبين يديه؟ بقى كيسمع ليا هو كيهضر هو كيهضر وكيسمع ليا، وابتسامتو كتوسع والدموع معلق ليه في عينيه. ما مصدقش هادشي اللي كيسمع. وما كاملاش ساعه ديال المكانه حتى كان ديال وسيدريس قدام الدار، فرانا اللوطو وقف كيحاول يستجمع انفاسو، ما عندوش ديك الجرأة انه يواجهها. كيفاش غيواجهها بعد هادشي كامل اللي داز؟ كيحس بالحنين بالندم على هاد الوقت اللي ضاع، اللي ما عاش معاها لحمالتها، ما شافش كرشها كتكبر، ما سمعهاش وهي كتولد، ما كانش حدا ملي كانت كتألم، ما وقفش معاها، ما سمعش اول صرخة ولدو، ما ادنش ليه ملي تزاد بزاف وبزاف بزاف. دار راسو بين يدي ودوك الدموع اللي كان حابسهم طيلة الطريق بداو كينزلو، نادم ونادم ونادم بزاف، نادم على التسرع ديالو، على داك الغضب، ديك النوضة الغضب اللي خلاتو ما كيطريتش في التصرف ديالو، انه ما سمعهاش، ما عطاهاش فرصة، انه هانها، انه ما قدرش يفرق ما بين ديك الطبيعه ديالها وداك الشيء اللي فهمه هو. حرم نفسه من النعمه اللي كان محروم منها، جات لحياته وجابت معها الحب الصادق، الذريه اللي دان عمرو غادي يشوفها، واش دار؟ عذبها، ذلها، احتقرها واهانها ونعنها بديك اللقيطه وبنت الحرام وبنت الزنقه اللي كان كيقولها وكيعودها، وديك الضربه اللي ضربها الكرشه ما كتبغيش تنسى ليه. كي ديك اللحظة ضربها فيها وكيفاش كانت كدير، وداك الخوف اللي كان في عينيها كيتخيلو لي قدامه وكيكره راسو. حتى نطق السي دريس ملي شاف حالته، السي دياب إن الله غفور رحيم ولدي، والله راه كيغفر وهي راه قلبها بيد ولدي، غتكون سمحت لك. ديابك واش كظن زعما تسمح ليا؟ تسمح الحاج دريس، دعاء الله يرضي عليه ولدي، راه صفحة بيضاء ما فيهاش الأسود، ما كسح قدما ما فيها صداع، يا ريت كاع البنات ديال اليوم يكونوا بحالها، راه الله راضي عليك اللي لقاك بيها. شوف وليدي ديرها في عينيك، سمعتيني؟ راه حاسبها بنتي وما ساخيش بها، الله اللي عالم. نهاد دياب، الله يجازيك بالخير الحاج، خيرك عليا كبير اللي رعيتني يا مراتي وولدي وحميتيهم طول هاد المده. نزل سي ادريس هو الاول يقاد ليه الامور، عاد يدخل، دخل الدار. السلام عليكم امالي الدار. امينه عليكم السلام الحاج، قضيتي شغلك اللي مشيتي عليه؟ كان ديك ساعات اوس كيلعب فوق الزربيه بالالعاب، بعشا في الحاج فرح مشى كيحبول عنده، كيتلقى يتعلق ليه في رجليه كالعاده، هزو فرحان بيه. زيد وليدي زيد 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 السي اوس زيد، وجدي واحد البردات هاي الحاجه بين ما دخلت واحد الضيف راه معايا. هزات راسها بالايجاب ودخلت المطبخ. خرج سي ادريس معاه اوس، كان دياب واقف قدام اللوطو، قلبو قفز ضرباتو كيتزاد وهو كيشوف الحاج خارج واوس بين يديه كيلعب، كيبان ليه وليد شعره اسود، كيفرك ليه هكا في يديه، كيقرب بيه وقلبو كيدوب الجليد ديالو، ما قدرش يتحكم في دموعه، وداك القلب المتحجر دامي، ودوك العينين بداو سايلين بالدموع وهو كيشدو بين يديه. ويا سبحان الله، اوس ما بكى، ما مسانع، استسلمني هو كيعصرو في الحضن ديالو بحال حس بيه. بعد عليه كيتفحص ملامحه في وجهه، كان نسخه مصغره، وكانه كيشوف صوره ليه ملي كان صغير في السن ديالو. كيفاش سمح لنفسه انه يرفض هاد الكتله الملائكيه اللي قدامه؟ كيفاش سمح لنفسه انه يبعد عليه طيله هاد المده ويتحرم منه؟ كينطق ديك التأتأات ديالو، كيجر ليه في شفايفه شويه، يلعب ليه في عيني، قمراقبو الحاج ادريس مخفاش عليه ديك نظره الندم الشديد اللي كتبان ليه في دياب. دموع نازلين صمص، وهاز ولدو بين يديه كيتخيل طول هاد المدة اللي دوزاتها بلا بيه، اكيد كرهاتو فيها، اكيد كتكره كل حاجه كتذكرها فيه، ما يمكنش تبقى تبغيه بالرغم هادشي كامل اللي دوز، لا اكيد ماشي غتكون كتكرهو، حاقده عليه وكارهه حتى انها تسمع سيرتو. الحاج ادريس من بعد ما حكى ليه دياب شنو اللي وقع وش المبرر اللي خلاه كيشك انها خالته، تفهم الامر ولكن عاتبو على داك التصرع ديالو، انه محاولش انه يفهم قبل ما يتصرف بديك الطريقه، انه كان عليه العقل يطريت، لان الله راه ما كيبغيش هكا، راه دار واحد الذنب كبير، ولولا الالطف ديال الله والقدره الالهيه لو كانت ما جاتش لعندهم شنو كان غادي يوقع فيهم بصوش بيهم.
لو كان طاحت هي ولدو في ايدين شي ناس اللي ما كيرحموش او اللي خرجت للزنقه وهي لحنين لا رحيم ما عندهاش السند وما عندهاش شي ناس اللي يوقفوا معاها، ما كاين حتى شي واحد لا من الاقارب ديالها لا صديق لا من العائله، وفي بلاصه غريبه على انسانه ضعيفه ومكسوره وحالتها. فيقول الحاج ادريس من ديك الساوه ديالو، يلا ولدي يلا زيد يلا ندخلوا هذا الوقت. دخلوا للصالون اللي كان قريب من الباب ديال الدار. جلس دياب شاد ولدو، بقي ما مصدقش انه شادو قدامه، كيبوس لي في يديه كيبوس لي في عيني ما ساخيش يحطو. عيط الحاج ادريس لدعاء، قالت ليه الحاجه باللي هاي غادي تجي، عيط لها الحاجه عيط كان شي ضيف بغى يشوفها. ومشات علماتها فعلا، لبسات عباتها ودارت شال على راسها، صار بات شكون هاد الضيف اللي ممكن انه يبغي يشوفها. تقدمات جايه بشويه بشويه، ما انا وصلت شمات ريحته، قلبها تقبض عليها، ما عرفاتش كيفاش شمات ريحته في هذه اللحظه. مع دخلات مع الباب كيبان لها حاني راسو كيلعب او صافي، جميع الاحاسيس حساسهم في ديك اللحظه كل شيء تخربق عندها. كيفاش هو هنا لقاها؟ اكيد جاي باغي ينتقم منها، اكيد باغي ياخذ لها ولدها. لا، ديك الخطوه اللي غتخطيها بس كاتبه لها غير الضبابة، تجد طيحه على ارض الارض غايبه. كيفاش ممكن ان الحياه تلعب بينا، تجمعنا تفرقنا وترجع تجمعنا؟ كيفاش القدر كيتحكم فينا بمصيرنا، كيقسو علينا وكيرجع كيحن فينا؟ دياب حط اوس بسرعه ونط قافز لعندها، هزها بلا ما يفكر جوج مرات، كيحاول يفيقها هكا كيضرب لها في وجهها بشويه. دعاء فيقي حياتي فيقي دعاء. الحاجه ملي شافت دياب ما كرهاتش تبع فيه غير سبان وتسمع من المنقي خيارو على العذاب اللي دوزو على هاد المسكينه. لولا الحاج اللي سكتها كانت كارهاه وحاقد عليه. او شافها هكاك مسكين بدا كيبكي حتى هزاتو امينه كتسكتو. وبعد لحظات بدات كتحل عينيها، ما كانش دياب في البيت، لقات غا امينه. فقتي يا بنيتي هاكي هاكي شربي هاد الماء والسكر غيكون طاح لك الطونسيو، شربي غيكون طاح لك بعد ما شتي داك كحل العفطه. قفزات من بعد ما تفكرت ان دياب كان هنا، اوس اخالتي اوس واش خداه، كان داك الرعب كيتشل غيشلل على الاطراف ديالها بقوه ما فكرت انه يمكن نخداه. بسم الله عليك يا بنيتي، لا لا راه خرج برا ومع الحاج داك راجلك سميتو راه ما كتسقمش ليا. داود معاه كينزلو، لاش رجع عاود؟ كيفاش جا؟ اش بغى عندها؟ يلاه كتناسى وكتحاول تبدا حياتها وتبني حياتها بوحدها وتربي ولدها عايشه هانيه مع العائله اللي كيبغيوها كيرعاوها وكيرعاو ولدها. عمرها حسات بحنان الام حتى حساتو مع امينه، حضن الاب وحمايته حتى لقاتها مع الحاج ادريس. نصيحة الموعظة الاحتضان وديك الألفة، وها هو جا كابوسها المرعب رجع من جديد. ما تنكرش انها كتبغيه بزاف، عمرها نساتو. كيفاش تناسى تنساه وهي معاها نسخة منه كتحرك قدامها كل دقيقة، كتكبر قدامها نهار على نهار. كيفاش تنساه وأوس كيفكرها بيه؟ كيفاش تنساه وقلبها بقى معاه؟ ولكن راه هو اللي ما بغاهمش، هو اللي لاحهم ولي رماهم، تهم بالخيانة. لا داش باش دابا جاي كيقلب عليهم، لا جاي ترى شنو السبب؟ دخل الحاج ادريس بجلابته السوداء، زات عينيها مدمعين فيه. الحاجة خليني مع دعاء، شافت فيها طمنها سبع عينيها وخرجات سدات الباب. بنتي دعاء، بعض المرات كنحكمو على الظاهر ما كيبانش لنا باطل الامور. راجلك راه عنده مبرر ديالو اللي قاطعته دعاء. راجلي ما طلقنيش الحاج؟ لا بنتي اسمعيني، تقاطعينيش، راجلك كان عاقر ما كيولدش، راه سنين هو مسبع عند الاطباء ما كيولدش، ومراته الاولى سنين معاه ما ولداتش ليه. وسبحان الله، ربما الله سبحانه وتعالى بغى يرزقه بالذريه الصالحه على يديك. بقى كيعاود ليها كيعاود عليها على التفاصيل كامل اللي سمعنا من دياب واللي صدقوا فيهم، حتى كمل كلامه وهي كتسمع ليه كتسمع ليه ودموعها كينزلوا. طبعا كيف ديما الحاج راه كيزين الواقع بديك الطريقه ديالو الجميله السلسه المحببه للقلوب، وهي لمسات قلبها وعادت كتفهم شنو اللي وقع وعلاش. كمل كلامه وشاف فيها، دابا اش قلتي يا بنتي؟ راجلك راه برا كيتسنى. حسات في عينها مدمعين، كيفاش
عرفت تردو بعد هادشي كامل اللي سمعت، تعذبات وبزاف، ولكن ما تنكرش انه قبل ديك الواقعة عمرو نقص منها، عمرو اهان، على العكس كان كيكبر بيها، كان دايرها فواحد المرتبة كبيرة، كان كيعطي هذاك الحنان، كان ديك داك التعامل الزوين، داك التعامل النقي، كان كيضحك في وجهها، كيحاول ما امكن انه ما يبنش لي الغضب ديالو، حتى ملي كيتعصب كيحاول انه يتفاداها باش ما يجرحهاش بشي كلمة اولا بشي تصرف منه. يعني ممكن تكون فعلا زوبعة هكا في فنجان وطولات ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وزهل هزت راسها للحاج كدليل على انها موافقة ومتفهمة، وخرج الحاج كيبتسم ودخل دياب عندها، تقدس في الجلسة قدرش تهز فيه الراس، ديك القدرة لانها تعود تشوف فيه، تشوف في عيني وتسمع لهدرتو، انه قرب لها بهاد الدرجة قدرش انها تحكم في راسها. لا زال كيشكل داك التأثير الشامل اللي كيدمر كل أسلحتها الدفاعية، خيا كتعيا توجد كلمات عبارات باش تواجهو، كل شي كيدوب مع الريح، فقط الصمت. جلس حداها على السداري شويه، مد يديها كشد يديها اللي كانت فوق فخدها، كترعد بس لا يدها برفق، وزلا دقنا باليد الاخرى، تقابلوا عينيهم ويالا سخريه الاقدار، تلاشت الكلمات. ما غاديش نقدر نقول لك سمحي ليا حيت الذنب اللي درت ما كتسمحيش الكلمات، ولكن كان وعدك دعاء تكوني في عيني انتي ولدي. ضرب قلبها كثر ديك الكلمة دي ولدي، شحال ألمها من العتاب الخيانة، واعتبر ولد ولد الحرام، ما بغاتوش يعيش مأساة ملي كانو كينعتو بديك الكلمة. بدا كيمسح لها دموعها، خلي العتاب سال من بعدو، خلينا نمشيو لدارنا. كل أسلحتها الدفاعية عاود تلاشات وهي في حضنو، كتبكي وكتشهق، مصدقاش أنو دياب رجع ليها وغتمشي وغتزيدي ولدها وغيعيش مع بابا وغترجع لحياتها اللي كانت زوينة، اللي كانت بالنسبة ليها بحال شي حلم وتسالى بسرعة. وبعد ما تغداو غداء الناس البساطة اللي كيرحبوا بضيافهم، اللي كيحسوا بديك الحب وديك الألفة، هكا دجاج بالفريت المناضة، ودعت عائلتها ثانية وامها الحبيبه امينه والبنات بالعناق والدموع، وعداتهم غتبقى تزورهم كل اسبوع وتجيب لهم اوسي يشوفهم هكا، ولا حتى هما يجيو عندهم الا قدروا. والحاج بس لها راسه ورضي عليها، طلب من دياب يتهلا فيها والا غيجي ويرجع للدار، طبعا من نوع من الدعابه، وشدوا الطريق للدار للفيلا الطريق كامله، وهي غاده وفرحانه، ديك الابتسامه ديالها ما قدرتش انها تخفيها. كان هو راكب القدام سائق، وهي بحكم ان معها اوس كانت مركبه اللور وشاده قدام ناس اوس، مره كتهز عينيها كالزاج، كيتلقاو عينيهم في المرايا، كترجع تنسى لعينيها، بقى ما قدرتش انها تستوعب هادشي اللي واقع، بقى ما تخيلش هادشي اللي واقع، شهور وهي بعيده عليه، كيفاش غادي يرجعوا هكا يجمعوا، حتى انه خيرها واش يرجعوا لابارتمون ولا تمشي للفيلا، خسرت انها تمشي للفيلا، بغاش ترجع لديك لابارتمون اللي وقع فيها ديك الواقعة اللي ضربات فيها وتهانت فيها وخرجت منها مدلولة محطمة ومحقورة. وعاد او صغير يعجبو الحال انه يخرج لديك الجردة ويلعب فيها ويحبو فيها، وهكا تشدو من يدياتو ويحاول يتمشى فيها، اكيد غادي يرتاح فيها اكثر. كانت متشوقة لديك الحياة، انها تعيشها، انها ترجع لهاد الشيء، هذا هو اللي كان الحلم ديالها، انها تعيش هي وراجلها وولدها وتكون مرتاحة في حياتها. استقبلاتهم فاطمة بالدعاء والدموع والأحضان، وبزوج بيهم كيبكي، وما مصدقاش أن هذيك البنت اللي دخلت عندهم للدار بقى صغيرة، هاي جات وجابت معها الولد ديال دياب، كتحضن فيه وتبص فيه وتعنق فيه، ودياب فرحان حتى أنه ما قدرش يسمعلك نفسه، مشى مباشرة للمكتب، اتصل باب أسماء اللي كانت متشوقة انا تشوف حفيدها، وخبرها بلي راه كاينه دعاء بلي لقى ولدو، على اساس الشيء طلب منها السماح على داكشي اللي دارته فيها. وفعلا اسماء كانت هاد المده هادي تراجعات داك التأنيب ديال الضمير، خلاها كانت باغا تقرب لولدها اكثر بانها تراضي مراته وتقرب من ولدو. وطلعت دعاء الغرفه ديالها، باقا كيما هي، حاجه ما تبدلات فيها، الغرفه اللي جمعاتها هي وياه نفسها، باقي نفس الالوان، نفس الشكل، نفس الديكور، بقات كتبتها حتى حاجه ما تبدلات، كلشي باقي بلاصو.
في خلال يومين ثانيين كانت تقدات الغرفة ديال أوس الصغيور كلها باللون الأزرق، مرات بالألعاب، كل شي اختاروا دياب على ذوقه، كل شي تجهز ليه تقاد ليه على أساس أنه يعجبه وأنه يكون مرتاح في الغرفة دياله. ورجعت هكا دعاء الحياة على الحلمة اللي تحقق، وبارك علينا صافي الله يجعل شي بركة. نخليو دعاء ودياب يتسامحوا ويتعاتبوا ويتراضوا، وخليت لكم كامل الحرية في استخدام خيالكم لتخيل التفاصيل. ايوا نخليو المرأة وراجلها نمشيو بحالاتنا نشوفوا شنو تابعنا، الله يجعل شي بركة. كنتمنى ان القصة تكون عجباتكم، تكون راقتكم، كنتمنى ان اللي طلبت مني القصة تكون عجباتها. شكرا لكم على الدعم ديالكم. الى عجباتكم القصة ما تنساوش يا لايك، خليو لي تعليق في رأيكم على القصة. حاولت اني نتفادى قوة الإطالة هكا وديك التفاصيل بزاف، ومع ذلك كنتمنى انها تكون وصلت لكم الفكرة ديال القصة. شكرا لكم، نتلاقاو ان شاء الله عما قريب مع قصة اخرى في امان الله.